Buongiorno a tutti. Oggi studiamo una lezione riguardante gli abbigliamenti dei faraoni. هندرس مع بعض النهاردة درس عن الملابس بتاعة الفراعنة. أول حاجة ناخدها مع بعض. Cosa significa la parola costume? خدنا التعريف ده مع بعض في الترم الأول، لكن الترم ده هناخده بس بشكل مختلف. Cosa significa la parola costume? Allora, questa parola significa lo stile di vestire di un individuo o di un gruppo che riflette la classe sociale. يعني ايه الكلام ده؟ الستيل اللي هو الستايل او طريقة اللبس بتاعت دي un individuo بتاعت الفرد او دي un gruppo او بتاعت مجموعة che riflette il verbo riflettere يعني يعكس la classe sociale. طب يعني ايه الذي يعكس الطبقة الاجتماعية؟ يعني احنا من هدوم الفرد، من الملابس التي يرتديها الفرد، احنا نقدر نعرف هو بينتمي لأنهي طبقة اجتماعية، مثلا طبقة غنية، طبقة متوسطة أو طبقة فقيرة. يبقى تاني بقى questa parola significa lo stile di vestire di un individuo o di un gruppo che riflette la classe sociale. Quali sono i fattori che influiscono sull'abbigliamento? Quali sono i fattori, meglio l'aumento, che influiscono, verbo influire, يؤثر على, sull'abbigliamento, بيأثر على الملابس. ايه العوامل اللي بتأثر على الملابس؟ Sono molti i fattori ad influire sull'abbigliamento. عندنا في عوامل كتير بتأثر على الأبليامنتو. عندنا 4 عوامل: la religione, الدين, il clima, المناخ, la politica, السياسة, الإيكونومية، الاقتصاد. هنتكلم دلوقتي واحدة واحدة عن كل فكرة منهم. عندنا أول عامل لا ريليجيوني، الدين. عندنا الدين ليه تأثير كبير على الأبليامنتو. طب إزاي؟ مثلا نبص لناحية رجال الدين. عندنا مثلا الشيخ بيكون ليه لبس معين في المسجد، مثلا الراهب في الكنيسة بيكون ليه لبس معين، ده تأثير الدين على الأبليامنتو، على الملابس بتاعتنا. بعد كده الكليما المناخ خلى عندنا فيه تنوع في الملابس، زي عندنا مثلا ملابس صيفي، ملابس شتوي، ملابس خريفي، ده كله بسبب تأثير الكليما على الأبليامنتو. بعد كده عندنا البوليتيكا، كبوليتيكا السياسة ليها تأثير كبير طبعا على الأبليامنتو. طب إزاي؟ يعني في بعض الحكومات بتفرض نوع معين من الملابس على الموظفين، تمام؟ عندنا بعد كده الإيكونومية اللي هي الاقتصاد، اللي طبعا الحالة الاقتصادية للفرد بتأثر على نوع الملابس. يبقى احنا كده così noi abbiamo 4 fattori. Questi 4 fattori influiscono sull'abbigliamento, cioè hanno una grande influenza sull'abbigliamento, ليهم تأثير كبير على الملابس. لازم تحفظوا الـ4 عوامل دول اللي هم la religione, il clima, la politica الإيكونومية. دول 4 عوامل مهمين لازم تكونوا عارفينهم. العوامل دي ليها تأثير كبير على الملابس. بعد كده بيقول إيه؟ quando il tempo passa، لما الوقت بيعدي، la moda cambia. الموضة cambia، verbo cambiare، تتغير. per questo l'abbigliamento è lo specchio della società in cui viviamo. عشان كده الأبليامنتو، الملابس، è lo specchio della società، هي مرآة المجتمع الذي نعيش فيه. يعني احنا عندنا على سبيل المثال، هل ملابس فترة السبعينات والثمانينات هل زي دلوقتي؟ لأ، في اختلاف كبير. فعشان الاختلاف دوت بيحصل من إيه؟ مع مرور الوقت طبيعي جدا إن الموضة بتتغير. فعشان كده يعتبر الأبليامنتو بتاعنا هو السبيكيو بتاعت السوشيتا اللي احنا عايشين فيه. يبقى la moda cambia sempre quando passa il tempo. Così l'abbigliamento è lo specchio della società in cui viviamo. Quali sono le fibre più usate dai faraoni? E هي الألياف الأكثر استخداما من الفراعنة. Infatti, i faraoni hanno utilizzato 2 fibre naturali per fare i loro abbigliamenti. Loro hanno utilizzato il lino e il cotone. يبقى عندنا الفراعنة كانوا بيستخدموا نوعين من الألياف الطبيعية، زي عندنا اللينو e il cotone. يبقى tra le fibre più utilizzate dai faraoni، ما بين الألياف الأكثر استخداما من الفراعنة troviamo، نجد اللينو e il cotone. اللينو اللي هو الكتان، الكوتوني القطن. ما i faraoni non hanno preferito utilizzare la lana
perché hanno considerato la lana come una fibra imbura. يبقى الفراعنة عندنا ما استعملوش لا لانا، يعني ايه لانا؟ صوف، عشان كانوا بيعتبروه فيبرا انبورا اللي هو من الالياف الطبيعية الغير نقية. يبقى اي فرعوني انو كونسيديراتو، كونسيديراتو بارتيتشيفو باساتو del verbo considerare، يعني يعتبر، مما اعتبروا لا لانا una fibra impura، perciò عشان كده ولذلك non l'hanno usato، ما استعملوش لا لانا. L'abbigliamento e il clima. Infatti c'è un rapporto tra l'abbigliamento e il clima. Noi abbiamo imparato che tra i fattori che influiscono sull'abbigliamento c'è il clima. احنا تعلمنا ان المناخ ده من بين العوامل اللي بتأثر على الملابس. يبقى الكليما كالدو ان ايجيتو، يبقى المناخ الحار في مصر. فافوريشي، فافوريشي ده فيربو، تصريف فيربو فافوريري اللي هو اللي معاني كتير جدا، هنا جاي بمعنى يشجع. لوزو دي اندومنتي ليجيري، كان بيشجع على استخدام اندومنتي ليجيري، ملابس خفيفه. يبقى احنا اتعلمنا ان المناخ ده من العوامل اللي بتأثر تأثير كبير جدا على الملابس، اللي ادى ان في من انواع مختلفه من الملابس، وان المناخ الحار في مصر كان بيأثر على نوع الملابس ان الفراعنه كانوا بيستخدموها، كانوا بيفضلوا يستخدموا اندومنتي ليجيري، ملابس خفيفة، a causa del clima caldo، بسبب المناخ الحار.